أسعد الله مساءكم. نلتقي ككل عدد مع برنامج بيئة القانون كالعادة، وفي كل مرة نتلقى اتصالاتكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، فلا تترددوا، سنكون بإذن الله كالعادة أيضا أذانا صاغية. معنا أول اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء النور، وش راك أستاذ؟ الحمد لله، مرحبا بك. الله يمرحب بك، إن شاء الله، احتراماتي لك. شكرا. الله يسلمك. والله أستاذ عندي واحد القضية، أنا عامل بحسن حوت. نعم. صرطنا أكسيدون في البيس. حادث عمل. حادث عمل مؤسسة السياحة والأسفار. أنا خدام في مؤسسة وطنية، وشركة تاعنا في مدة كورونا هذه كانت كرات كراما تاع مؤسسة السياحة والأسفار، متعاقدة معها. نعم. أيوة. على بالك، اسمح لي فقط، في قانون التأمينات الاجتماعية العامل كيكون رايح ولا جاي العمل يعتبر حادث عمل. من بعد احنا كي ديمارينا زوج شوافر، الشوفار الأول صاد من داتنا الجامعة، والدوزيام صاد 50 كيلو تقلب بينا، رقد وخلى الكار. نعم. كي تقلب بينا البيس، يعني اللي توفى وتوفى، اللي كيما أنا صرا لي طار ذراعي اليمن. نعم. ذراعي الايمن ما كانش. نعم. دونك استاذ، القضيه عندها من العام اللي فات، عندها قريب عام، عندها 11 شهر. اسكو القضيه هذه اسكو نورمال ولا انورمال؟ هذا حادث، ماهوش حادث عمل، هذا حادث مرور جسماني. هذا القضيه مرور جسماني. القضيه هذه تمر حتما عبر المحكمه. اللي ما عيطوناش، دونك عندنا 11 شهر وما عيطوناش. راني معاك، هو الامر وقال لي راني ندرس في الدوسي اللي ما كان والو. الامر لا يتطلب، شوف، الامر لا يتطلب كل هذه المده. اولا خرجوا مصالح الدرك، داروا معاينه، هناك متهم في هذه القضيه. متهم في القضيه ممكن يكون سائق الحافله تاعكم، وممكن يكون المتهم توفي، يقدر يكون سائق دار الحادث ومات. لا وش عليه، احنا قلنا يقدر يكون هو الطرف الاخر اللي كان سبب في الحادث. في جميع الحالات عدد الضحايا كبير، على بالك الحافله ترف، شحال ترفت الحافله؟ حوالي 40 50 60. البيس هذا كبير، وحنا فيه 31 عامل. اذا يتسمعوا، كل واحد يتسمع، لانه كلهم ضحايا. هذا كل ضحايا 31 عامل. ايه نعم، يعني الملف فيه شويه تاع ناس، المفروض ياخذ شويه وقت، ولكن المده طويله، يعني اسمح لي، يعني 11 شهر مده طويله جدا. اي صافي استاذ اخويا، كيف ندير بعد؟ نعين محامي ولا كيف ندير؟ كما تحب الان، تحب تعين محامي يتبعك الملف من الان، لانه الملف حتى عند الدرك لازم تروحوا تسقسيوا عليه وش الشيء اللي معطلو، لانه حقك تبع المسار تاع الملف تاعك باش يوصل للمحكمه، ما تكونش اخر من يعلم. تروح تسال، يقولوا لك ارسلناه للمحكمه بتاريخ الفلاني تحت رقم الفلاني، رقم الارسال، وتروح للمحكمة، من بعد يروح للجدولة، ومن الجدولة يبرمج على جلسة وتكون المحاكمة، وتطلب الحقوق تاعك، الحقوق المدنية طبعا، لأن أنت متضرر، كاين اللي توفى متضرر، ويجي بعده الذي أصيب بآهة مستديمة، كما أنت تم بطر اليد تاعك نتيجة هذا الحادث، وهناك من فقد الأصبع تاعه، ربما هناك من تشوه وجهه، هناك من ربما أصيب بجروح خفيفة، وهكذا. إذا في الجلسة لازم تتبعوا من الدرك إلى المحكمة إلى الجلسة. إذا ممكن أيضا تقدروا تكتبوا الوكيل، تراسلوا وكيل الجمهورية، تقولوا له طالبوا بالإسراع في برمجة هذا الملف، لأن كل عمل عند مصالح الدرك يتم تحت إشراف وكيل الجمهورية. إن شاء الله، بارك الله فيك أستاذ. وفي الجلسة عندك الحقوق، لأن هناك مسؤولية شركة التأمين، هي اللي راح تقوم بالتعويض. شركة إن شاء الله. تأمين الله، ربما المحامي تاعك ربما راح يطلب تعيين خبير، يطلب تعويض مؤقت أو تعويض جزئي، ثم بعد ذلك يطلب تعيين خبير لتحديد حجم الأضرار التي أصابتك، ويطلب أيضا فيما بعد المبالغ المالية اللي عندك الحق أنك تتقاضاها من شركة التأمين. شكرا على الاتصال. في الحقيقة ما نعرفوش احيانا تفاصيل بعض القضايا، ولكن المده لما تطول يصبح الامر غير مقبول. حقيقه كاين 31 ضحيه نسمعوهم،
ممكن نسمعهم في شهر، شهرين، ثلاث أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر، ستة أشهر. هناك إجراءات أخرى أو إنابات قضائية ممكن تعطل الملف، ولكن هناك حلول، دائما القانون يضع حلول. المدة قد ما قصرنا في المدة مهم جدا، قد ما طالت المدة قد ما ممكن الناس يغيروا العناوين، ممكن ما يحضروش الجلسات، ممكن كي اللي يتغيروا ظروفه، ممكن وشفنا في الحقيقة يعني المدة، مدة الجدولة أو البرمجة مهمة جدا. كاين سيدات كانوا عازبات في قضايا، لما تزوجوا ما يقدروش يحضروا المحاكم لأن زوجها منحة، لأن عندها التزامات، لأنه هذه بعض الأمثلة فقط باش نقولوا بأن الإسراع في معالجة القضايا هو أولوية بالنسبة لكثير من الأجهزة لارتباط الوقت بمصالح الناس وبوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية. كاين ناس تبعث لهم استدعاء الآن، ولكن بعد سنة يكون يخدم في منطقة نائية ما يقدرش يحضر أو ما يجيش الاستدعاء. قلنا مثال آخر تاع الناس اللي غيروا العناوين، وهذه أمور مهمة جدا يعني لابد من التذكير بها. نرجع إلى اتصال. ألو. طبعا ننتظر اتصال آخر نوصل الحديث في نفس الموضوع اللي يخص حوادث المرور ويخص قضايا أخرى اللي ربما ما لازمش نطيلوا في مدة معالجة هذه القضايا، يعني سواء كانت شكاوى عند مصالح الأمن أو أمام القضاء، يعني مهما كانت الظروف نحاول دائما نعجلوا بطرح وعرض هذه القضايا. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك داير؟ الحمد لله. مرحبا بك الأخ، شكون معنا؟ عثمان عز الدين من بطيوة. الله يبارك فيك. وهران. بطيوة وهران، نعم تفضل. عندي مشكل درك، أنا كنت داير دوسي تاع ساكن. نعم. اجتماعي. ساكن اجتماعي. وكنت داير ساكن اجتماعي، أنا دايره من 2015. نعم. ثم راه عندها قريب 8 سنين. نعم. درك من 8 سنين ولا 7 سنين، درك من جيت باش زعما من قربت باش يمدوا لنا السكنة، يمدوا لنا قال لك لا لا تعاود، خاطر الحمد لله شغل الخدمة تاعي بدلتها. منين بدات الخدمه قال لك لا لا تعاود الدوسي من جديد، تسمى نعاود الدوسي من جديد باش نعاود ندي سكنه في، قال لك زعما شغل الدوسي. وانت لو كان انت لو كان تعاود الدوسي ما عندكش الحق دي ساكن اجتماعي. اعطيك صح، هذوك انا دوسي قديم، اسكو الدوسي تاعي قديم يقعد ولا يروح؟ لازمك التحيين في كل صيغ السكن، لابد من التحيين بمعنى انك تمد الوثائق الجديده تاعك. انت الان لما تقدم ملف جديد راح نخرجوك من قائمه السكن الاجتماعي. وتم قاعدك اللي كنت نقرا فيه في تن باش يمدوا لي ساكن راح لي. نعم. نعم مشكلة. هذا وقع في كثير من السيغ. لما تسجل في سنة 2003 في سكنة عدل بملف معين، بعد 20 سنة يجيو لك يطلبوا منك نفس الملف، لازم تتريح بطال ولا تريح عندك أجر معين أو لا تكون عندك تجارة معينة، ما لازمش تغير الوضع تاعك، يعني تريح تسنى فيهم. دوك السكن الاجتماعي درته أنت بعد 8 سنين لازم تبقى كيما بنفس الوضع، تبقى تخلص 20,000 دينار ولا تحت 24,000 دينار باش تستفيد من السكن الاجتماعي. إذا حسنت وضعك وكأنه يمنع عليك تحسين وضعك، والحقيقة أن كل هذه الصيغ تاع السكن بحاجة إلى مراجعة، إلى مراجعة عميقة، لأن هاي الإشكالات التي تطرح تطرح هذه الإشكالات، لأنه مدة الرد ولا مدة التسليم ما كان ماشي سنة أو 6 أشهر أو سنتين، يعني يطلبوا منك تجيب نفس الملف اللي قدمته عندك 8 سنوات، وكأنك أنت ممنوع لك أنك تغير وضعك، ولما تغير وضعك نحو الأحسن تفقد الحق في الحصول على سكن اجتماعي. هذا هو الواقع، قلنا بحاجة إلى مراجعة عميقة، كل الصيغ بحاجة إلى مراجعة عميقة على أسس موضوعية، حتى إذا كان كاين تحيين لازم يكون تحيين بسيط، حتى إذا كان كاين تحيين نقدر نديروا تحيين بعد باش نكشفوا الناس اللي عندهم سكنات شقق وفيلات استفادوا منها بموجب قرارات استفادة غير مسجلة وغير مشهرة، وأحيانا عنده قرار استفادة غير مسجل في البلدية، وأحيانا عنده فيلا بمقرر استفادة تاع البلدية ما عندوش عقد ملكية، ومع ذلك يستفيد من صيغة من صيغ السكن. نحكيو على التحيين، هذه فرصة فقط باش لما نحينوا بعد 10 سنوات ونكتشفوا بأن في نفس المدة كانت عندك الشقة وكانت عندك الفيلا وديت ساكن عدل وديت ساكن بصيغة أخرى ساكن اجتماعي، نرجع لك اللورة بعشر سنوات ولا 20 سنة ونحي لك السكن. هكذا نقطع الطريق على المتلاعبين والمتحايلين على المنظومة المعلوماتية
تاع صيغ منح السكن، يعرفوا المنظومه كيفاش تشتغل، ويعرفوا باللي لما تروح تجيب البطاقه السلبيه تلقاها غير مسجل، لانه هو عنده استفاده من البلديه غير مسجله في البلديه او مسجله ولكنها غير موجوده عند مصالح مديريه املاك الدوله او مصالح اخرى ما يقدروش يكشفوها او المحافظات العقاريه، بالرغم من انه كان ممكن اللجوء الى طرق اخرى للحصول على معلومات بخصوص هؤلاء الاشخاص واقصاء مئات الالاف من الناس اللي استفادوا من سكنات بمختلف الصيغ وما عندهم سكنات اخرى. لذلك كي تمروا على الاحياء تلقاو كل السكنات مغلقه في الليل، الظلمه ما يشعلش فيها الضوء. لماذا؟ في عماره فيها 20 شقه 10 طوابق 10 من 10 منا تصيب ثلاثه شاعل فيهم الضوء، لانه ثلاثه فقط محتاجين سكن و17 سكن مغلوق لان اصحابهم المستفيدين منهم عندهم سكنات اخرى. معنا اتصال. الو الو، معنا اتصال. طبعا في انتظار اتصال. الموضوع شيق في الحقيقه، لانه احيانا التنوير او ربما كشف هذه الاساليب ربما تساهم في تحيين وتغيير هذه المناهج التي يعتمد عليها لتشكيل قوائم المستفيدين من السكن الريفي ومن السكن الاجتماعي ومن السكن البيع بالإيجار ومن السكن الترقوي العمومي ومن مختلف الصيغ، حتى الصيغ التي كانت وزالت وجدت في مكانها صيغ جديدة. ولو استمر الوضع هكذا مئات السنين لن يتم القضاء على أزمة السكن، ستبقى أزمة أزمة منذ سنة 62. لابد من البحث عن مناهج أخرى. معنا اتصال. ألو ألو، أهلا أستاذ. أهلا مرحبا بك. واش راك يا أستاذ؟ لاباس ولا؟ الحمد لله. شكون معنا؟ وليد. معك جزوح من جيجل. تفضل سي، تفضل أنا أسمع فيك. يا أستاذ، عندي حلقة بيا. نعم. عندي حلقة بيا في العقار. أيوة تفضل. مع جاري ودخلنا عليها للشرع وحكمت عليه. نعم. وخرج قرار التنفيذ. واش تنفذ؟ من بعد كي خرج، راك تسمعني؟ أنا اسمع، واش حبيت تنفذ؟ واش تنفذ؟ خرج قرار التنفيذ وكي راح ينفذ تعرضوا له. شكون هو هذا؟ شكون اللي يجي ينفذ؟ المحضر القضائي؟ هذا جاري. تعرضوا له؟ تعرضوا للوسي المحضر القضائي، تعرضوا له على قرار التنفيذ. ما يقدروش لانه اللوسي تكون معه القوى العموميه، يكون مع الشرطه ولا الدرك. لا، جا غير هو وشاف البريجاد كي وصلوا لتما قالوا له احنا ما تقدرش تنفذ، احنا كسرناها للمحكمه العليا. يتنفذ حتى اذا كان كاين قرار، لما يكون كاين قرار في المجلس عنده صيغه تنفيذيه ينفذ، لان المحكمه العليا ما تهموش. تفصل في اسمح لي، هو كي جا تما وترفضوا له، هضر مع الشيف دو بريكاد قال له روح دير التقرير ديالك لوكيل الجمهوريه. طبعا ممنوع انك تعترض على حكم القضاء. ايه، هما تعرضوا له. دوك نجاوبك. وهو هضر مع الشيف دو بريكاد قال له الشيف، قال له واش ريك واش شكون، قال له روح دير التقرير ديالك لوكيل الجمهوريه. المفروض يتم تنفيذ قرار قضائي بالقوة العموميه، لانه قبل ما نروحوا للقوه العموميه رانا المحضر القضائي راه يبعث ويكتب ويعلم الطرف الاخر حتى بيوم التنفيذ، يقولوا في اليوم الفلاني جاي ينفذوا، ويعلموا حتى بانه راح يتم التنفيذ بالقوه العموميه، وقبل ما يروح يبعث له انذارات واعذارات ويعلموا. وما مع ذلك القوه العموميه هي اخر طريق، لان الناس يتعنتون حتى اذا كان خاسر القضيه وعلى باله بلي خسرها، ولكن يرفضوا انه يدير هذا الاجراء. لذلك يتم اللجوء الى القوى العموميه لاجل تنصيب الرابح تاع الدعوه او الذي فصلت المحكمه لصالحه عن طريق القوى العموميه بموجب محضر تنصيب ينصبه المحضر القضائي. بعد ذلك اذا فيه عوده من طرف هذا الشخص المنفذ عليه نولي بصدد التعدي على الملكيه العقاريه. اما انه يعترض وما يخلوش حتى ومعه القوى العموميه، أعتقد بأن من الحالات النادرة، لأن القوة العمومية الهدف من إخراجها مع المحضر القضائي هو التنصيب بالقوة،
استعمال قوى، واحيانا يتم اقتياد الاشخاص المنفذ عليهم الى بناء على اوامر وكيل الجمهوريه لاجل انجاز ملف قضائي جديد، يبدو لهم ملف قضائي جديد ويتم تقديمهم، لانه هناك عرقله وتقليل من شان الاحكام القضائيه، واحيانا نصلح حتى لاهانه موظفي مصالح الامن وكثير من الجرائم الاخرى التي ترافق عمليات التنفيذ اللي يقوم بها المحضرين القضائيين في ظروف صعبه، خاصه في مناطق جبليه ومناطق وعره، وعره السلوك ووعره التضاريس ايضا. لذلك اعتقد بانه التنفيذ مساله وقت فقط، يعني اذا اعترضوا هذه المره راح يدير محاوله ثانيه وراح يدير تنفيذ راح يطلب قوه اكثر. هذه المره خرج معه دركي او اثنين، رئيس الفرقه مع زوج دركيين ما يكفيش الامر، راح يدير يطلب قوه اكثر، راح يسخروها له وراح يتم تنفيذ هذا القرار. حتى اذا كان طعن في المحكمه العليا، الطعن لا يوقف التنفيذ في المسائل المدنيه ابدا، سيتم التنفيذ في انتظار حكم المحكمه العليا، لاعتبار ان التنفيذ يكون عن طريق صيغه تنفيذيه، صيغه تنفيذيه نحصل عليها بمجرد المرور على المجلس في القضايا المدنيه. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك الشيخ، سمعتك اش قلت؟ هيا مشكور، اذا مشكور على بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. معنا اتصال اخر. الو، اذا مهم جدا اننا في اطار، في كل مره نقول في اطار محاوله او نقل لبعض الثقافه القانونيه، اننا لا نعترض على احكام القضاء وان نطعن فيها. يعني اذا اعترضت على الحكم اليوم ما ينفذوش الشخص، ولكن بعد 10 سنوات يجي جيل اخر ينفذ الحكم، ولكن ما نفوتوش فرصه اننا نطعن في هذا الحكم امام القضاء. هذا هو السبيل الوحيد للاعتراض على احكام القضاء، هو عن طريق الطعن فيها. اذا بعد قليل المواطنه. مواطنة لهذا العدد، سيتطرق إلى نص المادة 28 من قانون 1104، قانون المنظم لنشاط الترقية العقارية لبروموسيون ايموبيليير. شكون اللي ما سمعش بالكم الكبير جدا من المشاكل مع هذه الترقيات العقارية؟ شكون اللي ما سمعش بقضايا النصب؟ شكون ما سمعش بقضايا التأخر في تسليم السكنات؟ شكون اللي ما سمعش بقضايا اللي تمس كثير المجال العقار في الجزائر المهتم بنشاط الترقية العقارية؟ نص هذه المادة ينص على أن من بين طرق هذا القانون، طبعا ينظم نشاط الترقية العقارية بالتفصيل، مهم جدا على أن كل إنسان يرغب في اقتناء سكن عن طريق ترقية عقارية طلع هذا القانون، قانون 1104. هذا القانون يتحدث عن طريقة من طرق البيع من طرف الترقية العقارية للمواطنين، اللي هي البيع على التصاميم. البيع على التصاميم هو بيع أولي، أو يمكن القول أنه بيع يتم في بموجبه تحويل الملكية بشرط البيع التصاميم أن السكن لم ينجز بعد، الترقية العقارية لم تنجز بعد ولكن تنجز على مراحل. بيعك على التصاميم، هناك طريقتين للبيع، طريقة البيع على التصاميم أو البيع الكامل عن طريق عقد ملكية، السكن جاهز نبيعوك عن طريق عقد ملكية. الآن البيع على التصاميم هو في بداية بناء هذه العمارة أو في بداية إنجاز هذه الترقية العقارية، تتصل أنت بالمرقي ما يقدرش يبيعك بناء كامل، لأنه حتى ممكن الطابق تاعك مازال ما وجدش، الطابق الرابع أو الخامس، يبيعك على التصاميم بشرط أن القانون ينظم أن البيع على التصاميم أنت تقدم مقابل كل ما يتم إنجاز معين. كل ما يتقدم المرقي العقاري في الإنجاز، كل ما أنت مطالب أنك تقدم كم معين من المال مقابل انك تسدد الشقه تاعك، يعني نسبه معينه، ثم بعد مده بعد تقدم انجاز نسبه معينه، هكذا ينظم القانون الى حين الوصول الى تقديم المبلغ النهائي عند الانتهاء الكلي من انجاز هذه العماره او هذه الترقيه العقاريه. اذا طريقتين لاكتساب الملكيه في الترقيه العقاريه، هو البيع على التصاميم والبيع الكامل، انا اسميه البيع الكامل لانه يتم عن طريق عقد ملكيه. اذا لا توجد طريقه اخرى بخلاف هذه الطريقتين. نص المادة 128 من قانون 1104 تنص على البيع وتنظم البيع على التصاميم.
بموجب عقد، العقد هذا موجود عن طريق وتم التنظيم عن طريق التنظيم. ينتهي وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في قادم الأعداد كالعادة، انتظروا اتصالاتكم وسأكون أذانا صاغية ككل عدد. شكرا على المتابعة وشكرا على الثقة، إلى اللقاء.